لم يعد ممكناً عمل الصحفيين بحرية في إدلب منذ مدة من الزمن، فكان هذا سبباً لإرسال قناة الآن 3 مصادر سراً إلى المحافظة للوقوف على واقع الأمور وتصوير ما يجري هناك. مصادرنا وجدت أن فرع القاعدة في سوريا هو أكثر الفصائل هيمنة عسكرياً على الأرض، وأن شعارات القاعدة والظواهر تغطي الجدران، كما وشاهدوا آلاف الجهاديين الصينيين من دول آسيا الوسطى يسيطرون على مدينة جسر الشغور وريفها. جنان موسى لديها التفاصيل. هذه صور فريدة من نوعها من داخل إدلب، غير خاضعة لأي رقابة. بطريقة خفية تجاوزنا نقاط التفتيش التابعة لجبهة النصرة. صورنا حصرا جهاديي تنظيم القاعدة الصينيين ومن دول آسيا الوسطى المنتشرين في المحافظة. وهذه صور خاصة من إحدى المعارك لكتيبة الأوزبك المتمركزة في مدينة إدلب، والتي تقاتل جنبا إلى جنب مع النصرة. في أماكن كثيرة في إدلب الشعارات المتطرفة تغطي الجدران. في أماكن أخرى يرفرف علم تنظيم القاعدة، فضلاً عن انتشار أقوال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. هذه هي إدلب كما لم تروها من قبل.